ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شيخنا الفاضل، هنا سائل يسأل: ما المقصود أو ما هو المقصود بهجر القرآن الكريم، وكيف يحذر الإنسان من أن يكون هاجرا له؟ الحمد لله، هجر القرآن يكون بهجر تلاوته، وكم من شخص اليوم يحمل شهادة الدكتوراه يقرأ كثيرا من الكتب، بل يقرأ كتبا بلغات متعددة، لا يكاد يقرأ القرآن، لا يكاد يقرأ القرآن، وهذا من هجر القرآن. من هجر القرآن هجر تدبره وعدم الوقوف عند معانيه. من هجر القرآن عدم العمل بما جاء فيه. ولذا جاء عن بعض السلف أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، والمقصود أنه رب قارئ للقرآن ولا يعمل بما في القرآن، فيمر بآية يلعن فيها فاعل أمر ويكون فاعلا لهذا الأمر. فهذا من هجر القرآن، ألا يعمل الإنسان بما فيه. وهجر القرآن من المصائب الكبرى التي يبتلى بها كثير من الناس، فلا بد من علاج القلب، لا بد من أن نجاهد أنفسنا في قراءة القرآن. ولذلك يا إخوة، كان السلف يجعلون لهم ورداً من القرآن، مثلاً: اجعل لك في كل يوم جزءاً، لا بد أن تقرأ جزءك في كل يوم، لك جزء تقرأه حتى تختم القرآن في شهر. واغتنم الأوقات. الآن كم نقضي في السيارة؟ نقضي الوقت الطويل، نستطيع أن نقرأ من حفظنا أو نستطيع أن نقرأ من الأجهزة ونحن في السيارة، ولا سيما إذا كان الإنسان لا يقود. وبعض العلماء كان إذا سافر يبدأ في القراءة. يذكر عن الشيخ ابن غديان رحمه الله أنه كان إذا خرج من الرياض إلى الطائف أول ما يسير في السيارة يبدأ يقرأ. والشيخ ابن غديان رحمه الله من العلماء المعروفين بالقراءة، قراءة القرآن، فأحيانا لا يصل إلى الطائف إلا وقد ختم، لا يسمع منه طوال الطريق إلا الآيات، رحمه الله رحمة واسعة. والأمر يحتاج إلى مجاهدة. والعلماء يا إخوة يقولون: كلما عظم شرف الشيء كلما احتاج إلى كثير من المجاهدة، كلما كان الشيء أشرف احتجت إلى تعب أكثر في تحصيله. فنحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا أولاً في تلاوته، ثم في تدبر معانيه. ولا بأس أن تحضر معك عندما تقرأ القرآن كتاباً مختصراً في التفسير، كالتفسير الميسر مثلاً الذي طبعه مجمع الملك فهد، أو تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله. فإذا مررت بآية ولم يتضح لك المعنى تنظر في التفسير، ثم
حاسب نفسك وأنت تقرأ القرآن. هذه الآية هل أنا من أهلها أو لست من أهلها؟ إذا جئت تقرأ في النفقة في سبيل الله اسأل نفسك، أنا متى أنفقت في سبيل، متى آخر مرة أنفقت في سبيل الله؟ وإذا خرجت ضع في جيبك قليلا من المال، فإذا رأيت فقيرا أعطه. إذا مررت بآيات تتعلق بصلة القربة اذهب إلى قريب من أقربائك، عود نفسك على أن تعمل شيئا مما تقرأ. بهذا تستطيع أن تعالج نفسك من هجر القرآن، سواء فيما يتعلق بقراءته أو ما يتعلق بتفسيره ومعرفة معناه أو ما يتعلق بالعمل به. بقي أن بعضا من أحبابنا يقول أنا لا أعرف القراءة، أنا لا أعرف القراءة. نقول اقرأ مما تحفظ. قال أنا أحفظ سورة واحدة، قلنا كررها، فإن لك بكل حرف حسنة، وكلما كررت كان الثواب. واستمع أيضا للقرآن بإنصات، فإن القاعدة الشرعية، وانتبهوا لهذا يا إخوة، فديننا دين سعة. القاعدة الشرعية أن المؤمن إذا لم يقدر على شيء وبذل ما يستطيعه يكتب له أجر ما لم يقدر عليه. الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن لأنه أمي فاستمع للقرآن لأن هذا الذي يستطيعه يكتب له أجر القراءة مع أجر الاستماع، مع أن هذا القرآن عجيب يسره الله للذكر. والله يا إخوة أنا أعرف امرأة، أنا أعرفها شخصيا، تقرأ القرآن إذا فتحت لها المصحف وقلت اقرأ من هذه الآية تقرأ. يعني بعض الناس قال يمكن حافظة، لو فتحت المصحف وقلت اقرأ من هذه الآية تقرأ، ولو أتيت بالجريدة لتقرأ ما تستطيع أن تقرأ. تقرأ فقط القرآن، وهذا من تيسير الله عز وجل. فالشاهد يا إخوة أن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع أناله الله عز وجل ما يحب. اتق الله ما استطعت فقط، ستجد أن الله يفتح عليك بما تحب. فهذا هو ما يتعلق بهذا الأمر.